بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصلنا لانجيل مرقس والاصحاح ال11 وايه رقم 20، وتعالوا نقراها. وفي الصباح اذ كانوا مكتزين راوا التينه قد يبست من الاصول. اصل قبلها بباراجرافين كان ربنا يسوع عدى على التينه اللي لقاها مش جايبه ثمر، فاقترب منها علشان يلاقي ثمر ما لقاش، فحب يدينا وسيلة إيضاح من خلال هذه التينة. أصل التينة دي اللي زمان بورقها مين غطى نفسه؟ آدم غطى نفسه بالورق، بس الورق هينشف ويقع. فالتينة بترمز للأمة اليهودية اللي من بره مغطية نفسها، بس اللي مغطي من بره ما بيدومش. لو ما كانتش الحاجة متأصلة من جوه هتاخد وقتها وتروح. يعني لو واحد بيحاول يبين انه بيحب الناس بس هو مش بيحبهم فعلا، هيبين شويه، هينجح شويه بس مش على طول، وهيرجع تاني يبان ان هو يعني ما فيهوش محبه ناحيه الناس مع اي محك. لو واحد بيتظاهر مثلا بان هو بيخدم بس لو هو مش من جواه خدوم، الصفه مش متأصله جواه، لو مش بيعملها كده نقية لربنا، يبقى مع أي تحدي أي ضغط الناس ما بتحييهوش كفاية مثلا هيبطل خدمة وينسحب، أو حد قال له حاجة مش على مزاجه. يعني علشان كده لازم تكون القصة داخلية وما نكتفيش بالورق، لازم يكون في ثمر حقيقي ليه طعم. فربنا يسوع حب يدي المثل ده، شاف شجرة التين ما فيهاش ثمر، أم إيه؟ قال لها كده يبقى مالكيش فايدة، الورق ما بنعملش بيه حاجة. ويبست التينة بقى لما جم في الصباح تاني يوم إذ كانوا مكتزين رأوا التينة قد يبست من الأصول زي ما المسيح قال. فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر التينة التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم إيمان بالله، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقول يكون، فمهما قال يكون له. يعني السيد المسيح أخذها من بعد تاني، إن لقى بطرس استغرب. هو في البراجراف اللي فات وضح لما قال مش هيبقى فيكي ثمر تاني، فبانت إن القصة إنه بيطلب ثمر ومش عايز الورق. لكن هنا لما لقى بطرس استغرب حب يدي بقى تعليم كاني إضافي. إن ليه تستغربوا أني قلت كلمة حصلت؟ يعني أنا أقول لكم لو في واحد عنده إيمان بكلمة واحدة ممكن ينقل جبل. ودي اللي جه واحد بقى في القرن العاشر وخد الآية دي، اسمه يعقوب بن كلس، يعقوب بن كلس أيام المعز لدين الله الفاطمي، أخذ الكلمة دي وقال اللقباط عندهم الآية دي بقى ينقلوا لنا الجبل. وقد كان اللي هو نقل جبل المقطم كان عشان خاطر الآية دي. من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. يعني الواحد لو عنده إيمان قوي جدا ممكن الأمور اللي تبان إن هي صعبة تبقى سهلة. هتقولي طب ننقل الجبال؟ أقول لك الأهم من الجبال، الجبال اللي على القلب في تقل هنا، طوبة، طوبة مش طوبة للمساكين بالروح، لا طوبة صخرة، يعني طوبة اسمها الكراهية، طوبة اسمها الحقد، طوبة اسمها الشهوة، ده طوب انت شايل شيلة. فبالإيمان تنقل الجبال دي، قول له يا رب حرك الجبل ده. لو ليك إيمان فعلا إن ربنا يساعدك في إنك تشيل الطوبة والجبل اللي على قلبك ده يشيله معاك. مكتوب في بستان الرهبان قصة جميلة عن الآية دي برضو زي بتاع نقل جبل المقطم كده، إن كان في واحد من الرهبان المتوحدين بقاله بقى سنين ما شافش إنسان وبتاع، فجاه واحد يزوره من العالم، فقال له أنا يعني بقالي عشرات السنين ما نزلتش العالم وما عرفش إيه الأخبار، لسه الناس عندها محبة بعضها البعض؟ قال له يعني، قال له يعني لسه الناس بتصلي والكنائس مليانة؟ قال له شوية.
قال له طب يعني لسه الناس عندها إيمان تقول للجبل ده، هو كان قدامهم جبل بحقيقي هما في الصحراء، لسه الناس عندها إيمان تقول للجبل ده انتقل من ها هنا إلى هنا فينتقل؟ فمكتوب إنه هو بيقول كده الجبل سمع الكلام وراح منتقل، فراح قال له لا مش أنت يا مبارك، يعني ارجع تاني مكانك، أنا مجرد بقول له اكزامبل، يعني بقول له مثال. هو ليه مكتوب؟ يعني مكتوب علشان تقول إن الناس دي من كتر عشرتها مع ربنا بقت زي ما ربنا قال للتينة يبسي تيبس، الكلمة تطلع كأنها أمر يعني. فهو ربنا هنا عايز يقول ناخدها بالمعنى الروحي، الجبال اللي اسمها الخطية، الجبال اللي على قلبنا، الجبال اللي في حياتنا، نقول للجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر. أصل انطرح في البحر دي تفكرنا لما قال ربنا قال لنا خطاياكم أخذها ها وأطرحها في بحر النسيان، يبقى هي الجبل هنا يفكرنا بالآية، هي هي بس كانت الجبل مقصود بها الخطية. وإحنا عارفين إن ربنا كتير يذكر كلمات من أجل إنه عايز معنى روحي من وراها. انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. هي قصة عايزة إيمان أحبائي، فعلا أنا عايز أبطل الخطية من كل قلبي، مش مجرد زهقت منها أو من توابعها، أنا فعلا عايز أبطل، أنا عايز فعلا أخلق محبة ما بيني وبين الناس الفلانيين، أنا مش عايز فعلا يكون في كراهية، عايزها تطرح في البحر. لو أنت بهذه الثقة وبهذا الإصرار هيكون لك، يعني ربنا هيساعدك أنها تحصل فعلا. لذلك أقول لكم أن كل ما تطلبونه حينما تصلون أمنوا أن تنالوه يكون لكم. برضو الكلام روحي، يعني صلي قول له رب ساعدني فعلا، الجبل ده بقاله سنين صخرة صخرة عايز أشيلها وارميها في البحر. صلي وخلي عندك إيمان علشان ربنا يساعدك تشيل الجبل ده وينطرح في البحر فعلا. بس الغريبة بقى الحتة اللي جاية، بصوا ومتى وقفتم تصلون، يعني ربنا بيقول قوم صلي وقول لي أساعدك تشيل الجبل هساعدك، بس لما تيجي تصلي لي في شرط. إيه الشرط بقى؟ متى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلتكم. يعني هنا ربنا حط شرط إن عشان تكون الصلاة مقبولة يصح إن الواحد يكون قلبه نقي، قلبه غافر، بالذات الغفران والتسامح. لأن ربنا لما جه مرة التلاميذ يسألوه يقولوا له نصلي نقول إيه، قال لهم أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوت. بعد ما خلص أبانا الذي معلقش غير تعليق واحد، لذلك أقول لكم إن لم تغفروا للناس زلتهم لن يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات. فواضح إن ربنا يسوع بيقول إن الصلاة غرضها إن قلبك يكون نقي، تفضي منه الكراهية. لازم أحبائي الموضوع ده ناخده بشكل من الجدية، مفيش حد ما تأذاش ومفيش حد كل الناس مسالمين بالنسبة له، لكن ربنا وصانا أيا كان تعامل الناس معاك ما تخليش في بغضة أو كراهية جوه قلبك، الصلاة مش هتمشي. وكأن ربنا عايز يعني يغششنا إن اللي مش بيعرف يتوب ويتخلص من خطيته بالرغم إنه فعلا من جوه قلبه عايزها تنتهي غالبا هو مش مصفي قلبه اتجاه الناس. تخيلوا هذا المعنى. عشان كده القديس يوحنا بيقول إذا كنت ما بتحبش الناس اللي حواليك تتكلم إزاي وتحب ربنا اللي أنت مش شايفه؟ الناس دول أنت شايفهم، حبهم الأول، نظف قلبك ناحيتهم، ساعتها لما تتكلم مع ربنا تتكلم بإيمان وينفذ لك اللي أنت عايزه. طب دي حلوة يا رب، يبقى نراجع قلبنا بقى النهاردة، نراجع قلبنا لو في حد إحنا مخصمينه وكارهينه معتبرينه عدو ومقاطعينه، بس بنقول أصل إحنا عاملين حدود، بس هي مقاطعة، هي مقاطعة وكراهية. لو دي لسه موجودة في القلب يبقى مش هنعرف نشيل الجبال اللي على قلوبنا، لو دي لسه موجودة في القلب. وأديكم شوية مؤشرات تعرفنا هل فعلا إحنا حاطين حدود صحية مع بعض الناس المتعبة ولا إحنا كارهينهم. لو أنت
في حد أذاك فبالتالي أنت متجنبه، قد تكون دي من الحكمة، بس لازم تكون فيها 5 شروط. الشرط الأول لو حصل له حاجة كويسة تفرح له، لو دي موجودة يبقى أنت ما بتكرهوش. تاني شرط لو حصل له حاجة وحشة تحزن له. الشرط الثالث لو محتاج خدمة تسعى أنك تخدمه فيها. الشرط الرابع لو مش موجود ما تجيبش سيرته بكلام وحش. الشرط الخامس تعرف تصلي له لما يكون في ضيقة، وان ربنا يهديه لو انت شايفه خاطي. تاني في بعض الناس في حياتنا لما نيجي نسأل، انا شخصيا في الاعتراف بحب اسأل السؤال ده في الاخر، هل في حد كارهينه او مخصمينه؟ عادة بتبقى الاجابة لا يا ابونا بنخصمش حد، احنا بنحب كل الناس. وانا بحب ان اسمع الاجابة دي، بس احب برضو اقول يحسن يكون احنا في بعض الناس متجنبينهم صحيح، وبنقول ان احنا بنحبهم بس مجرد عاملين حدود علشان دول ناس مؤذية للبيت او غيره او لولادنا. ماشي حقك يعني، الناس المؤذية خد منها جنب. السيد المسيح كان واخد جنب من الرومان مثلا ومن اليهود الفريسيين، كانش يقابلهم في اماكن مغلقة عشان عارف ان هم عايزين يصطادوه، فعارف يعمل حدود. ماشي، بس السيد المسيح يوم ما يحتاجوا شفاء يسيب كل اللي وراه ويروح يشفي أولاد الفريسيين والكتبة وقائد المئة وكل حاجة، ما عندوش مشكلة. لما يحتاجوا خدمة يروح لهم، لو تعبوا يحزن زي ما يكون هو اللي تعب، لو فرحوا يفرح لهم زي ما تكون الحدث ده حصل له هو. ما يجيبش سيرتهم بكلام وحش، ممكن كلام تحذير لكن مش كلام وحش، فيش إدانة. وأخيرا يصلي من أجلهم، اغفر لهم يا أبتاه لا يعلمون ماذا يفعلون. ليه بقول كده؟ علشان ده شرط أساسي. دي تاني مرة ربنا لما يجي يتكلم عن الصلاة يذكر الشرط ده، ما توقفش تصلي غير لو أنت بتغفر للناس عشان صلاتك تبقى مقبولة. وفي مرة تالتة على فكرة لما قال إذا جيت تقدم قربانك للمذبح برضو اذهب أولا واصطلح مع أخوك. لا ده ربنا مصمم عليها، يعني لما جه يشرح أبانا الذي قالها، قال شرطي ان الصلاة تبقى مقبولة تكون مفضي قلبك ومنظفه. هنا عشان صلاتك تتقبل وساعدك في التوبة وتتوصل لي في السماء تكون مصفي قلبك من ناحية الناس. لما تيجي القداس وعايز تتناول تكون مصفي قلبك ناحية الناس. جميل؟ يبقى دي وصية مهمة. يبقى احنا لو بنمشي ورا السيد المسيح عايزين نتعلم منه، نتعلم منه انه باستمرار يريد ان يصنع سلاما وصلحا وسط الناس. والإنسان اللي عايز يقلد المسيح دايما يسعى لكده، وصلواته وإرشاداته للناس تكون دايما من أجل الصلح. ما يخلقش نوع من الضغينة والبغضة وسط الناس، لا بالعكس دايما يشجع نوعية مزيد من التصالح. وجاءوا أيضا إلى أورشليم، وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، الناس المؤذيين دول، وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ عارفين لما حد يخش فيك شمال وبيقول لك سؤال يعني إيه عشان أيا كانت الإجابة تبقى غلطان. لو قال لهم أنا ربنا اللي مديني سلطان، مين قال إن ربنا يديك سلطان؟ بتدعي كمان إن ربنا يديك سلطان. قال لهم السلطان من نفس، يعني بتدي سلطان لنفسك؟ يقول لهم اللي بيديني السلطان القيصر، قيصر ما ادكش سلطان. يعني ايا كانت الاجابه. فاجاب يسوع وقال، بص لما حد يخش فيك شمال كده، احنا قلنا بنتعلم من السيد المسيح، لما دخلوا فيه هجمه مره واحده كده بسؤال قوي كده بمنتهى الهدوء، السيد المسيح يعمل ايه؟ فاجاب يسوع وقال لهم وانا ايضا اسالكم كلمه واحده، يعني عايز بس اجابه في كلمه واحده، أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. لو جاوبتوني على السؤال ده أنا هجاوبكم على اللي أنتوا عايزينه. معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبوني. يعني إيه؟ يعني يوحنا ده ربنا أرسله ولا هو الناس اللي عملته نبي وهو مش نبي ولا حاجة؟ ففكروا في أنفسهم نصحين بقى، ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء، إذا قلنا إن يوحنا ده ربنا اللي بعته،
هيقول لنا فيقول لماذا لم تؤمنوا به؟ لأن يوحنا شهد له قال ده المسيح، وكل الناس عارفة أن يوحنا قال على ربنا يسوع أن ده المسيح، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص. كل الناس عارفة أن يوحنا كان بيشهد له، فإذا قالوا له أيوة ربنا هو اللي بعت يوحنا، قال لهم طيب ما هو اللي شهد لي أن السماء اتفتحت علشاني، يبقى السلطان أنا واخده من السماء. وإن قلنا من الناس فخافوا الشعب، لأن يوحنا كان عند الجميع أنه بالحقيقة نبي. لو قالوا لا 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 ده يوحنا ده مش نبي ولا حاجة، ده الناس اللي عملته نبي، ساعتها كل اللي بيسمع هيهنهم يعني، لأن كل الناس بتحب يوحنا جدا وشايفه نبي عظيم. فأجابوا وقالوا ليسوع لا نعلم. فأجاب يسوع وقال لهم ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. إيه اللي عمله ربنا هنا ونتعلم منه إيه؟ في بعض الأسئلة مش من حق اللي قدامك يسألها، أو هو بيسألها عشان يصطاد ليك خطية، يعني يوقعك في حاجة، هو نيته مش عايز يعرف الإجابة. أديكم مثال، واحد مثلا جه قال لك هو أنتوا صحيح بتعبدوا إنسان اسمه يسوع وبتقولوا عليه ربنا؟ وهو نيته مش مثلا عايز يعرف الإيمان ولا عايز يتعلم أصول العقيدة المسيحية، لا ده عايز يوقعك في الكلام عشان بعد كده يزداد سخرية أو يزداد يعني إيه عنفا في الكلام. ساعتها نقلد ربنا يسوع المسيح. ممكن أسألك سؤال، هو السؤال ده هيخلق محبة ما بيننا ولا هيخلق كراهية؟ هيخلق سلام ولا هنقعد نتخانق؟ هل من خلال هذا السؤال أنا هغير ديني أو أنت هتغير دينك؟ أنا أفضل أن المحبة تبقى أفضل. جاوبني جاوبني، هل أنت هتغير دينك أو أنا هغير ديني لو عرفنا نقتنع يعني بالسؤال ده؟ يقول لك لا أعلم، تقول له ولا أنا أقول لك برضه. أنا بدي مثال يعني، بس قيس على كده كتير يعني. ربنا يسوع عايز يوضح لنا هنا أن مش كل سؤال بيكون حسن النية، وطالما السؤال مش حسن النية مش غلط أنك تخرج منه وما تجاوبوش. ربنا يسوع ما جاوبش. ليس كل ما يعرف يقال، صح ولا لا؟ ليس كل ما يعرف يقال. احنا احبائي ما بنكذبش يعني ما ينفعش تقول عكس الحقيقه، لا ده يبقى كذبه. وما ينفعش حتى تصمت فتوحي للي قدامك باجابه عكس الحقيقه، او تقول كلام يعني نص نص فيفهم عكس الحقيقه، لا طالما كلمه عكس الحقيقه دي هتوصل يبقى ده كذب. لكن ممكن ما أقولش، يا إما أمتنع، يا إما أحول عن السؤال بسؤال، يا إما أغير دفة الحديث، كل ده مقبول، ربنا يسوع سمح لنا بكده هو. وابتدأ يقول لهم بأمثال إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. بصوا احنا دخلنا في الإصحاح اللي فات، بس انتوا عارفين الإنجيل ما كانش متقسم إصحاحات، الإنجيل ما كانش متقسم إصحاحات، فالجزء ده لازق في الجزء اللي فات. يعني بعد ما السيد المسيح قال لهم أنا مش هجاوبكم، هم نفس الناس لسه اللي واقفين اللي هم الكتبة والفريسين والشيوخ، عشان المثل اللي هو هيقوله ده عليهم، ودي برضو هتعلمنا حاجة، بس عاوز نقروه الأول. وابتدأ يقول لهم بأمثال إنسان غرس كرم وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ده ايه ده؟ انسان ده يرمز لله، اللي عنده كرم هم عارفين كويس قوي انا هو الكرمه دي، واشعياء بيقول ان كان ربنا بيقول كان ليا كرم وحفرت حوله وحطيت السماد وحطيت، فهم عارفين كويس ان الكرمه دي يعني هم يعني. فالله كان عنده كرم وعمل كل المعدات، حط المعصره وحط الحوض وبنى البرج وحوطه بسياج. الآباء يقولوا السياج هي الوصية، والحوض هو النبوات، والبرج هي الوعود. البرج دي خليك تطلع لفوق كده وتشم نفسك، دي وعود ربنا. السياج اللي تحافظ على الكرم دي وصية ربنا عشان ما تدخلش الشيطان وعشان ما تطلعش اللي جوه بره. ويفضل في الآخر الحوض المعصرة، ده حوض المعصرة دي النبوات، لأن المعصرة بتشير لدم المسيح، فاللي عمالين بنغرف منه ونفهم ايه هو الدم المسيح اللي يجي يوسفك ده،
ازاي في حوض مليان دم بس موجود في العهد القديم ده النبوات. المهم وادهم لكرامين، الكرامين هنا مقصود بيها المسؤولين عن التدين والتعليم اللي هم الكتبة والفرسين والشيوخ اللي كانوا لسه بيسألوه دول. ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم. مين العبد ده؟ نبي. نبي بقى جه زي مثلا أرمية، أيام أرمية، زي أيام أشعية، زي أيام يوحنا المعمدان، زي أيام ميخا. كل الناس دول لما بيجوا المفروض في ناس بتعلم في الهيكل، فييجوا هم مرسلين من ربنا يقول لهم ها علمتوا الناس ايه، يقوموا يكتشفوا انهم علموا الناس كلام غلط، يقوموا يقولوا لهم الصح، يقوموا واخدينهم معذبينهم وضربينهم وموتينهم. ده حصل في مين؟ انبياء كتير قوي. فاكرين ايليا لما كانوا عايزين يموتوه؟ صحيح ربنا اصعده بس كذا مره يكونوا عايزين يموتوه، اخبوا ايزابيل. ارميا أخذوه رجموه، أشعية أخذوه نشروه، وهكذا. ما فيش نبي جه يقول كلمة ربنا إلا ولازم يلاقي اللي حواليه مش موافقين. بس للأسف كمان اللي لابسين ثوب التدين في العهد القديم لما يجي يقولوا لهم توبوا، هم كانوا دماغهم في الخطية، فلما يجي نبي يقول لهم توبوا يطلعوه غلطان ويمسكوه يحكموا عليه بالموت. فبعت أول عبد عشان يأخذ من الكرامين من ثمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا، يعني عذبوه مشوه. ده كتير، دي حصلت مع أنبياء كتير إنه ما ماتش في الآخر بس جلدوه ومشوه. ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا، بهدلوه بالطوب يعني. ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه، ثم قتلوه بعد كتير. ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا. فإذ كان له أيضا ابن واحد حبيب، ابن واحد حبيب هو عايز لسه كان بيقول لهم يوحنا أنتوا بتؤمنوا بيه ولا لأ؟ فقالوا له ما نعرفش. ففكرهم بنفس الكلمة اللي كان يوحنا بيقولها، يقول أنا سمعت السماء مفتوحة بيقول هذا هو اسم ابني الحبيب الذي به سررت. فكان له ابن واحد حبيب إليه أرسله أيضا إليهم أخيرا قائلا أنهم يهابون ابني. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلما نقتله فيكون لنا الميراث، ناخد إحنا بقى الكرم ومش عايزين وجع دماغ بقى، محدش بقى كل شوية يجي يقول لنا أنتوا بتعملوه غلط، خلاص ده إحنا موتنا له ابنه نفسه يبقى الكرم بقى بتاعنا خلاص وخدنا إحنا الورث. فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم. فاكرين المسيح هيتصلب فين؟ خارج المحلة، خارج أورشليم. فماذا يفعل صاحب الكرم بقى؟ الله الآب يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. يقصد كنيسة العهد الجديد بقى، الأمم، ما احنا الأمم، احنا مش اليهود. أما قرأتم هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. الحجر اللي الناس بتسيبه ساعات كده ايه، كانوا زمان علشان يبنوا بيت بيبنوه بالحجر، فلما يلاقوا حجرة صغيرة كده يقولوا دي تنفع تبقى طوبة في الحيطة، لما يلاقوا حجرة كبيرة دي تنفع بقى نعملها زاوية، يعني تبقى كبيرة شوية فينفع نعملها حرف ال كده تبقى زاوية وتبقى ناشفة وجديدة. فبيقول لهم مثل كان مشهور عندهم، يقول لهم واحد بناء بقى جه وقعد يدور على طوبة عشان يحطها في الزاوية ما لقاش. الحجر اللي كان فاكرها أي كلام وهيحطها طوبة عادية في الحيطة دي نفعت تتعمل حرف إل وتتحط في الزاوية. يقصد هنا حاجتين، ناس تقول يقصد السيد المسيح إن هو حجر الزاوية، بس الكلام هنا يمشي على الأمم، يعني الأمم اللي أنتوا كنتوا شايفينهم ما يجيش منهم وبتوع أوثان دول هيبقوا حجر زاوية الكنيسة في العهد الجديد لأن هيبقوا مسيحيين والمسيح فيهم. فطلبوا أن يمسكوه، قالوا بس ده كده بقى إيه، ده بيقول الكلام علينا بالظبط. ولكنهم خافوا من الجمع لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم فتركوه ومضوا. يبقى السيد المسيح هنا عمل إيه؟ الناس اللي قدامه دول مش راضين يتوبوا وجايين عايزين يوقعوه في الكلام، فما جاوبهمش على السؤال وجه جنبه كده، بس مش هيسيبهم يمشوا، لازم يوصل لهم رسالة الخلاص.
ولأن ربنا حنين يعني مش هيقول لهم انتوا قتلت الأنبياء في وشهم كده، لكن قالها لهم في مثل، قالها لهم في مثل الكرمة والكرمين، وقال لهم كان في ابن وحيد لصاحب الكرم، وكلكم قتلتوا كل اللي أنا بعته قبل كده، هتقتلوا كمان الابن الوحيد أو الابن الحبيب. عرفوا أن الكلام عليهم، يعني فهموا أن هم فعلا قتلت الأنبياء، وفهموا أن هم ناويين يعملوا فيه كده، بس بدل ما يتوبوا كانوا عايزين يمسكوه ويموتوه، لكن خافوا من الجمع ومشوا. ثم أرسلوا إليه قوم من الفريسيين والهيروديسيين لكي يصطادوه بكلمة. خلوا بالكم احنا قربنا على أسبوع الألام خلاص، فعمالين يعملوا محاولات يوقعوه في الكلام. لما مش هيلاقوا أي محاولة من المحاولات دي نجحت، هيعملوا قصة بتاعت يهوذا بقى. دايما هم خايفين من الجمع، ودايما مش عارفين يمسكوا عليه حاجة، حاجتين، خايفين من الجمع ومش عارفين يمسكوا عليه حاجة. فهيفكروا في قصة يهوذا، يهوذا هيعمل ايه؟ هيسلمه لهم بعيد عن الجمع، وطالما الدنيا بالليل، بالليل هيحكموه ويجيبوا شهود زور يقولوا انه قال. فاهمين الفكرة؟ فكان لازم يختاروا مع يهوذا، يقولوا عايزينك تسلمه لنا، قول لنا هو بيبقى فين بالليل لوحده، كلمتين بالليل ولوحده. لكن هنا لسه بيحاولوا يوقعوه في الكلام لكي يصطادوه بكلمة. فلما جاءوا قالوا له يا معلم نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد. عارفين اللي يعني بيقول كلام مديح للي قدامه علشان في الآخر عايز يوقعه، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله. يا سلام، هم مش مؤمنين بكده، هم عايزين يوقعوه. قول لنا بقى أيجوز أن تعطي جزية لقيصر أم لا؟ أم لا نعطي؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا نعطي أم لا نعطي؟ فعلم رياءهم طبعا السيد المسيح، فحص القلوب وكل، فهم أن هم عايزين يوقعوا. وقال لهم لماذا تجربوني؟ أأتوني بدينار لأنظره. فأتوا به، فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له لقيصر. فأجاب يسوع وقال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الجملة دي أو الآية دي بقت شعار إن أنا جاي أتكلم كلام روحي، فالأمور الروحية اسمعوا لي فيها، أما ما يخص الضرائب والفلوس شوفوا القانون بتاع قيصر إيه وده، شوفوا هو حاسبها إزاي، يعني دي قوانين البلد. فأنا ليا بالأمور الروحية، أنا جاي أنظف قلبكم، الراجل ده جاي ينظف جيوبكم براحته، يعني عايز ياخد الفلوس شوفوا له عايز إيه، لكن دي مش شغلتي، لا هعمل ثورة ولا هعمل قوانين. أنا زمان أيام موسى عملت قوانين في سفر اللاويين، وفي الآخر قال لي مش عايزين ملك، إحنا عايزين شاول. خلاص عملوا هم قوانين، ومن ساعتها الشعب نفسه عمل قوانين لروحه، وبعدين جه احتل باليونان ولا احتل بالرومان، اتعمل قوانين اعطوا لهم ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وبقت شعار لينا دلوقتي في العهد الجديد. احنا احبائي بنتبع للدولة بتقوله في رسائل القديس بولس، يقول اخضعوا للسلاطين الفائق واخضعوا للرؤساء. شوفوا العالم عايز يمشي بإيه، اعملوا اللي هو عايزه. طيب والربنا، اعملوا اللي هو عايزه. الجزء الروحي هو المهم، ده اللي هيدخلنا السماء، لكن الحسبة 10% ولا 12% ولا ضريبة دمغة ولا القانون بيقولوا نعمله. فبقت شعار لينا، لكن فيها بعد تاني كمان. خلوا بالكم هو قال لهم إيه، لمن هذه الصورة وهذه الكتابة؟ يعني الصورة اللي على الدينار بتاعت قيصر يبقى ادوها له تاني، رجعوها له، لكن انت صورة مين؟ انت صورة المسيح، يبقى تدي له نفسك. يعني من جهة الفلوس شوف الصورة اللي عليها مين ورجعها له، اما انا يهمني انت صورة الله، يبقى انت ترجع نفسك لله، انت صورة المسيح. فشوف قلب المسيح بيفكر ازاي وبيحس ازاي وبيتكلم ازاي وسلوكه ازاي. انا يهمني انت، ما يهمنيش فلوسك. اللي عليه الصورة ياخدها، فالفلوس عليها الصورة القيصر يسترجعها، اما انت كانسان عليك صورة الله، انت مخلوق على صورته ومثاله،
وده اللي ربنا عايز يسترجعه. لازم الفلوس اللي عليها صورة قيصر توصل لخزانة قيصر وملك قيصر، ولازم الإنسان اللي عليه صورة المسيح يوصل لملكوت المسيح. وجاء إليه قوم من الصدقيين الذين يقولون ليس قيامة، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. أنتوا عارفين القصة دي، علشان الأرض تروح لنفس العيلة. فكان سبعة أخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا، فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا، وهكذا الثالث، فأخذها السبعة ولم يتركوا نسلا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قاموا، لمن منهم تكون زوجة، لأنها كانت زوجة السبعة؟ يعني كل ما واحد يجي يخلف منها ولد ما يخلفش، فبالشريعة according لموسى، بحسب موسى، أخوها أخوه يقيم من الأخوه اللي مات نسل. طب دي عدت على سبعة، احتمالية، يعني بيقولوا دي احتمالية تحصل. ساعتها بقى لما يطلعوا السماء هتبقى مرات مين فيهم؟ فأجاب يسوع وقال لهم: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ انتوا بجد بتضلوا لأنكم بتحسبوا الأمور الأرضية وتطبقوها على السماء، لكن لو فهمتوا الكتب وتفهموا قوة ربنا مش هتعرفوا، أو مش هتخلطوا ما بين اللي بيحصل في الأرض واللي بيحصل في السماء. لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة الله. في السماء ما فيش بيوت فيها اتنين متزوجين مع بعض أو علاقات زوجية أو جسدية. انتوا ما انتوش فاهمين، لأن الصديقون، بصوا الآية رقم 18، الصدقيين اللي جم يسألوه دول، عارفين دول بيقولوا إيه؟ بيقولوا ما فيش حاجة اسمها قيامة من الأموات أصلا. فهم جايين عايزين يقفلوها له، يعني عايزين يثبتوا له إن إحنا كلامنا صح، إن ما فيش قيامة من الأموات ولا حاجة، بدليل إن لو حصل إن واحدة اتجوزت سبعة وبتقول إن في قيامة بعد الأموات، طب حللنا اللغز بقى، لو في قيامة بعد الأموات دي هتبقى مرات مين؟ فربنا قال لهم انتوا مش فاهمين، في قيامة ما بعد الأموات، لكن في السماء ما فيش تزاوج، مش دي اللي هتعطل فهم أو التأكيد إن في حياة ما بعد الموت. تقولي طب هو في الصدقيين في العهد القديم كانوا عارفين إن في، كان في نصوص في الكتب بتاعت العهد القديم بتقول إن في قيامة بعد الموت؟ طبعا. اوعوا تفتكروا إن العهد القديم كان بيتكلم بس على الأرض، في إشارات كتيرة جدا للسماء. ده في آية جميلة مثلا في سفر الجمع يقول: جعل الأبدية في قلوبهم التي بدونها لا يفهم الإنسان العمل الذي عمله الله من البداية إلى النهاية. يعني من غير ما يكون في قلبك فكر الأبدية ما انتش هتعرف ليه ده بيتألم وليه ده بيتجرب وإيه الظلم اللي في الدنيا دي. لو انت فاكر ان الحكاية خلصت على الأرض هنا هتحس ان ربنا ظالم. تفهم ازاي العمل اللي عمله الله من البداية إلى النهاية؟ انك تفهم ان فيه لسه قصة مكمل. فلغاية الأرض هنا تعتبر ظلم، لكن لو في كمالة وفي يجازي كل واحد بحسب أعماله يبقى ربنا مش ظالم. ودي مش آية واحدة، في آيات كتيرة في العهد القديم بتتكلم عن الحياة ما بعد الموت. أمال أخنوخ ده راح فين؟ أمال إيليا راح فين؟ في حياة مستنية. عشان كده أحبائي هنا ربنا يسوع قال لهم أنتوا يا صدقيين كلكم على بعض بتضلوا ومش عارفين الكتب. مش قصده على موضوع الجواز تحديدا، قصده على موضوع القيامة. فجاوبهم على موضوع الجواز اللي بيسألوا وقال لهم في السماء ما فيش اتنين متجوزين جواز جسدي، وما فيش ترابط بالجسد، وما فيش علاقة جسدية. ايه اللي انتوا بتفكروا فيه ده؟ اما من جهة الاموات انهم يقومون، بصوا هنا السيد المسيح قال لهم انتوا بتعملوا ده كله عشان عايزين تسألوني يعني هو الاموات بتقوم ولا لا. أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس هو إله أموات بل إله أحياء، فإذا أنتم تضلون كثيرا. يعني ربنا قال في العهد القديم إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أحياء. طب إزاي دول ماتوا؟ أيوة، ما احنا ما عندناش حاجة اسمها الموت. فهنا السيد المسيح استشهد بآية تانية معروفة ليهم كلهم،
إن لما ربنا كلم موسى من العليقة قال له كده، قال له أنا إله إبراهيم وإله يعقوب وإله إسحاق ويعقوب، وإحنا ما أنا ما عنديش حاجة اسمها موت، هم لسه موجودين عندي عايشين. معقولة تعرفوا العهد القديم ومش عارفين إن ده مكتوب؟ هم يبقى الناس اللي ماتت دي خلصت قصتها على الأرض، الناس دي مكملة في السماء. يبقى هنا السيد المسيح عمل إيه؟ جاوبهم الأول على سؤالهم، بس الأهم خد المشكلة ودي اللي جاوبها. هم مش بيسألوه على حكاية الجواز تحديدا، هم عايزين يشوفوا رأيه في حكاية قيامة الأموات. فلهم لك إن هجاوب لكم على موضوع الجواز، بس أنتوا تقصدوا يعني تسألوا في قيامة أموات ولا لأ؟ لو قريتوا الكتاب المقدس أبسط الآيات اللي أنتوا حافظينها وأشهر حدث حصل العليقة بتاعت موسى، هتلاقوا ربنا بيتكلم إن إلهنا إله أحياء. ومن هنا أحبائي إحنا نفهم برضو مثلا معنى زي الشفاعة. يعني يجي حد برضو يسأل زي الجماعة دول يقول عايز أقولك سؤال بقى، هو القديس يعقوب المقطع هنطلع فوق بقى نلاقيه مقطع؟ هو مش بيسأل عشان كده، هو عايز يقول لي ان يعقوب المقطع القديس اللي انتوا بتقولوا ان هم قديسين وصلوا السماء دول مش واقفين قدام ربنا وبيصلوا له زي ما كانوا على الارض؟ لا، هم مفصولين عننا تماما ومش دارين بيننا، وربنا بقى هيغيرهم يعني، هو عشان بيشكك في الشفاعة يعني. فالواحد يجاوبه يقوله لا طبعا، الواحد لما هيطلع السماء هيطلع زي الجسد اللي قام بيه السيد المسيح. السيد المسيح مثلا لما ضربوه كانت عينيه مورمة، لما كان متقطع كله متجرح من أماكن الجلد دي ما كانتش موجودة، هو أبقى على أماكن المسامير بس كنوع من الاستدلال للتلاميذ، لكن أشكال الجروح دي راحت. فمن جهة الجروح ومقطع ولا مش مقطع، مش هيبقى مقطع، هيرجع تاني زي ما كان شاب أو في سن السيد المسيح لما قام الأموات. لكن من جهة الشفاعة بقى أنت تفهم اللي قدامك هو قصده بيتكلم في إيه. هو عايز يهدم لك إن القديسين دول راحوا السماء وبيشفعوا فينا يعني. فتقول له أما من جهة الشفاعة بقى فإلهنا إله أحياء مش إله أموات. يعني الناس دول أحياء زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب كده، بيكلموا ربنا، هم ما ماتوش، هم مجرد انتقلوا من حالة متشافة لحالة مش متشافة. طب إذا كنت أنا الناس اللي أنا شايفهم عشان أحياء ينفع أقولهم صلوا لي، ما ينفعش أقول للأحياء برضو اللي في السماء صلوا لي؟ زي ما بقول اللي في الأرض صلوا لي بقول اللي في السماء صلوا لي. بهذه البساطة هي الشفاعة، عقيدة الشفاعة هم الكلمتين دول. أنا بقول للناس اللي على الأرض صلوا لي، ينفع؟ آه ينفع. هو المسيح قال صلوا بعضكم لأجل بعض، طب يبقى لازم نصلي، يبقى الصلاة بتفرق. طيب مش عندنا ان طلبه البار تقتدر كثيرا في فعلها؟ يعني سلام لو يا سلام لو واحد بار بقى، ده انا هقول له يصلي لي قوي. طب ما هو الابرار موجودين بس في السماء. تقول لا دول ماتوا، اقول لك لا، يتقطع لساني اللي يقول كده. الهنا اله احياء وليس اله اموات، فيش حاجه اسمها ماتوا. هم زي ما هو على الارض عايشين زي ما هو السماء عايشين برضه، لان الهنا اله احياء مش اله اموات. نيجي للسؤال الثالث. فجاء واحد من الكتبة، لو تلاحظوا الآية 13 يقول لك جم فريسيين وهيروديسيين وكلموه على الفلوس اللي هي الجزية، وبعدين في الآية 18 جم الصدوقيين وكلموه عن قيامة الأموات اللي هي الجواز دي. هنا بقى هيجي واحد من الكتبة. فجاء واحد من الكتبة يعني كل أنواع الشعب اللي هم عايزين يوقعوا السيد المسيح. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، يعني سمع المناقشة اللي فاتت دي ان السيد المسيح افحمهم يعني، فقال ادلي بدالي وانا كمان. فلما رأى انه اجابهم حسنا سأله. طب انا اسألك سؤال بقى، سيبك من الكلام عن الفلوس وسيبك من الكلام عن الجواز، وكأن السيد المسيح هنا اب اعتراف بصراحة في الاصحاح ده، هي معظم المشاكل اللي وسط الناس اما مشكلة فلوس اما مشكلة جواز، والتالتة جاية اهي. فبتاع الكاتب ده بقى قال له انا هقولك بقى التالتة. سؤال بقى، أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، والثانية مثلها. بسرعة قبل ما يقطعوا، هي تحب قريبك كنفسك، ليست وصية أخرى أعظم من هاتين.
يعني السيد المسيح لم الوصايا كلها في الكلمتين دول، لأن أنتوا عارفين الوصايا العشر كانوا مكتوبين في لوحين، لوح مكتوب فيه أول أربع وصايا واللوح التاني الستة التانيين مش خمسة وخمسة. ليه؟ عشان الأربعة الأولانيين خاصين بالله، اذكر يوم السبت للرب إلهك تسجد وإياه وحده لا تصنع لك تمثالا منحوتا، الأربعة. أما الستة التانيين لا تقتل لا تزني لا تسرق وهكذا. ففي حاجات خاصة بالناس وحاجات خاصة بربنا. فربنا قال له كل دول عبارة عن عنوان اسمه تحب ربنا، ودول عنوان تاني اسمه تحب قريبك، في قصة المحبة ما بينك وما بين الناس. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم بالحق قلت. يعني لخصتهم لي فعلا بحكمة، لأن الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. شوف واحد من يعني ده يعتبر لسه في العهد القديم، الراجل ده جاي من اليهود بس فاهم ان المحبة اهم من الذبائح. فلما رآه يسوع انه اجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ده الوحيد في كل اللي فاتوا اللي اقتنع بالاجابة وسمعت معاه وراح مكررها تاني ورا المسيح وقال له عندك حق، محبة ربنا من كل القلب ومحبة الناس من كل القلب دي أعظم الوصايا، ودي أفضل من القرابين والذبائح. فربنا لما لقى ده راح قايل له: على فكرة أنت مش بعيد عن السماء. الوحيد الراجل ده مع أنه كان داخل في الأول بنية مش كويس، كان داخل عشان يوقع ربنا برضه، بس لما ربنا جاب الاثنين مجموعة الأولين الصدقيين ولا الفريسيين ولا الهيروديسيين ما تقالش إن هم اقتنعوا وبيدوروا على مقلب تاني، لكن ده واضح ان من كل ثلاثة كده بيبقى في واحد عنده استعداد للاقتناع، وفي التلتين ما بيكونوش لكنهم اللي في دماغهم في دماغهم. بس هنا ربنا اتكلم في ايه في المنطق التالت ده؟ المحبة للكل. وزي ما بقول لكم كده كأنها جلسة اعتراف، هي جلسة الاعتراف بتدور حوالين ثلاث خطايا: المال والعلاقات في الأسرة اللي هي الزواج، ومحبة الناس ومحبة محبة يعني. عشان كده الثلاث خطايا دول هم اللي بيحركوا العالم كله. فاكرين لما القديس يوحنا قال كل ما هو في العالم هو شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة، هم اللي بيلخصوا كل مشاكل وكل خطايا الناس. ففي الإصحاح ده القديس مرقس جابهم لنا هم الثلاثة، والناس عايزين يوقعوا السيد المسيح في حتة الفلوس ويقول لهم يهتم بالفلوس. هو قال لهم انا مش هتكلم على الفلوس اصلا، لها ما تهمنيش دي بتاعت قيصر، قفل على المبدأ ده. الزواج قال لهم انا ببص للسماء والسماء حاجات امور روحية ما فيهاش جواز ولا فيها الكلام ده. التالت عايز يقول له رسلي وصايا كتير، قال له هي المحبة. فربنا جاوب على التلات اجابات بتوع التلات. عشان كده احبائي كل ما تجيلك مشكلة خاصة بالفلوس حاول تدي مال قيصر لقيصر ومال لله لله. يعني ايه؟ يعني ما تخليهاش تخش جواك جوه كيانك، انت صورة الله، احتفظ بعلاقتك بربنا وما تخليش الفلوس تعكر العلاقة دي. اديها للي عايزها، يا عم عايزين قرشين زيادة اديهم قرشين زيادة، حصل ايه يعني؟ عايزين عشر قروش زيادة اديهم عشر قروش زيادة. السيد المسيح علمنا في الإصحاح ده الفلوس دي بتاعت قيصر. طب والامور بقى بتاعه اللي اتجوزت سبعه وما اتجوزتش سبعه، اهي امور خاصه بالارض، لكن كده ولا كده في امور اسمى ان احنا مستنيين السماء حيث لا يزوجون ولا يتزوجون. فحاول تترفع عن الامور دي تدريجيا. طب ومن جهه المحبه قيس الامور دايما، هل اللي هعمله ده في حب لربنا؟ هل اللي بعمله ده في حب للناس؟ اللي تلاقيه يتعلم عليه صح اعمله. بعد كده هيحصل موقف حلو. ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل: كيف يقول الكتبة أن المسيح ابن داود؟ لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ ربنا بيحط لهم فزورة، ودي ساعات بتكون مداخل لما تيجي مثلا عايز تقول درس يعني تلفت نظر المستمعين، ابتدي بسؤال كده يحرك
التفكير والمنطق ويخلي الواحد يقلب الكلام في دماغه. لما تيجي عايز تشرح حاجة لابنك حتى في البيت، ابتدي بسؤال يخليه يجيب اليمين والشمال، وبعد كده تقول له رأيك أو تقول له الصح أو للإنجيل بيقولوا إيه، بس سيبه يفكر شوية. وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور، كانوا بيحبوا يسمعوه وفرحانين بالكلام اللي هو بيقوله. وقال لهم في تعليمه: تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالصة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل والعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. يعني لو تلاحظوا بيحذر التلاميذ بس مش في وش الناس اللي كتبوا، يعني بعد ما خلص الكلام لهم خلوا بالكم ما تمشوش وراهم عشان ما تضلوش. دول كل اللي بيفكروا فيه الناس هتمجدهم قد ايه، هياخدوا فلوس قد ايه، هياكلوا قد ايه. يعني برضو الشهوات زي الأسئلة اللي فاتت دي. وجلس يسوع تجاه الخزانة، الحتة الصناديق العطا اللي بيتحط فيها في الهيكل، ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة. نحاسا يعني الفلوس يعني. وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، كان بيجوا يقول لك كانت الصناديق العطا، لما جيت أشوفها كانت أيام السيد المسيح شكلها إيه، كانوا بيعملوها على هيئة قمع طويل كده يبتدي بفوهة كبيرة زي القرن كده اللي هي الصغير وكبير، يبتدي كبير قوي وبعدين في الآخر صغير خالص. فيجي الشخص الغني القمع ده معمول من نحاس، هو عايز يرمي نحاس، يقوم ياخد يجيب الكيس ويرميهم واحد واحد، طك يقوم أول عملة تنزل تك 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 تك، يقوم رامي التانية تك 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 تك، يقعد بقى كده يرميهم واحدة واحدة. فالناس كلها تبص يا سلام راجل عمال يرمي كتير قوي، ده راجل قديس فظيع وهو عامل كده علشان الناس تسمع يعني. فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، ما مش عاملوا صوت خالص ولا كده. فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعوزها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. فربنا كان عايز يديهم مثل، أنا مش ببص للكوانتيتي، أنا ببص للكواليتي، مش ببص للكمية، أنا ببص للقلب. القلب اللي بيدي ده اللي اداه قليل بس بالنسبة له هو نسبة، والتناسب بالنسبة له هو كتير جدا. بصوا الكلام المكتوب: من أعوزها كل ما عندها كل معيشتها. ايه الست الارمله اللي ما تذكرش اسمها دي، بس ست عظيمه. ويمكن القديس مرقس جايبها في اخر الاصحاح ده عشان يجاوب على الثلاث اسئله اللي جم. فاكرين اول سؤال كان خاص بالمال، فجاب لهم واحده القت اكتر من الكل. السؤال الثاني كان خاص بالجواز، اهي دي ارمله. السؤال الثالث خاص بمحبة الآخرين، أهي دي ألقت كل معيشتها عشان الناس تاخد وهي مش مهم. فزي ما يكون القديس مرقس عايز يقول لنا بعد ما السيد المسيح جاوب على سؤال الفلوس، قال يعني الناس بقى عايزة تعرف إجابة، هو مش عايزين إجابة ولا حاجة، هم عايزين يوقعوه وهم عنيهم في الفلوس. وجم يسألوه على الجواز، قال يعني عايزين يعرفوا، هم مش في عنيهم في المعرفة ولا عايزين يعرفوا الإجابة، هو الموضوع الجواز والقصة شغلاهم. والتالت عايز يسأله مش علشان عايز يعرف المحبة، هو عشان عايز يوقعه. فالقديس مرقس يجيب لنا بقى المثل في الآخر على الست دي، أرملة وفقيرة من جهة الفلوس وأرملة من جهة الزواج، لكن بتحب الكل وبتدي كل اللي عندها. دي تنفع تكون مثل أعلى لينا في كل خدماتنا أحبائي. عايز تقيس خدمتك كم هي مقبولة أمام الله؟ هل أنت بتدي من أعوازك؟ هل بتدي من معيشتك؟ هل بتدي ما عندك؟ يعني في واحد سيد مسيح يقول إيه؟ لأن الجميع من الفضلات، من الفاضل، عندهم شوية لبس مقطع، شوية أكل فاضل في التلاجة وقرب يحمض، فاللي فاضل. لكن اللي عايز يقيس الخدمة العطاء فعلا هي حاجة بتكون هو محتاجها وطلعها بالتيلة وادها للي قدامه، هو كان ممكن هو يستفيد منها بس هو قصد. كمان ادى من
المعيشة بتاعته، يعني دي حاجة هتخليه يومه يمشي ازاي، بل كمان كل ما عندها. دي صعبة علينا طبعا، كل ما عندها دي صعبة. لسه كنت مع واحد بس مش لازم تقلدوه يعني، فبيقول لي عايز اعترف بحاجة ابونا. قلت له ايه؟ قال لي كنت مرة ماشي في الشارع وقابلني راجل غلبان قوي، فكان في جيبي 15 جنيه، رحت مديله 10 جنيه بس. قلت له ايوه، فين الاعتراف يعني؟ قال لي المفروض ادي الخمسة التانية. قلت له ليه المفروض ادي الخمسة التانية؟ قال لي راجل غلبان، انا بروح البيت اخد يعني الفلوس اللي عندي. قلت له طب وهتروح ازاي؟ قال لي لا، ما انا البيت جنب هتمشى له يعني، بس معقول يبقى راجل كده؟ قلت له بتتكلم يعني فعلا بتعترف بكده؟ قال لي ايوه ابونا، بس انا عايز اقول لك حاجه، انا لما رجعت البيت بقى قعدت ادور عليه اشوفه فين ده عشان ادي له 5 جنيه اللي انا ما اديتهالوش. لازم اعمل الحق يعني، ما ينفعش اكون روحت وفلوسي في جيبي فلوس وهو محتاج وانا ما اديتلوش. قال لي بس عايز اقول لك على حاجه، لما عملت كده يا ابونا الشهر ده اكتر شهر بركه عشته في حياتي، فلوس كانت بتيجي مش عارف بتيجي ازاي. فتذكرت الايه اللي بتقول هاتوا العشور وجربوني ان لم افتح لكم قوى السماء. بس اللي عايز اقوله ان دي مش قصه واحده ارمله كانت عايشه في القرن الاول الميلادي، لكن القلوب بحكمه، طبعا بحكمه قيس قلبك على الاقل، قلبك هل فعلا بيتحرك ناحيه المعوزين وبتحاول تقدم اللي تقدر عليه في الوقت ده؟ يعني في الوقت ده تقدر تديله وتفوت الميعاد اللي وراك، اديله الوقت ده تقدر تديله اللي في جيبك وانت عارف ان في البيت، بس هو واضح انه محتاج. انا بقول بحكمه، بس يوم ما يظهر الاحتياج الحقيقي هل فعلا قلبك بيتحرك من هذا الاتجاه؟ تك و كل ما عندك. الأغلبية يقول يا ابونا ما هو مش كل واحد هيقول كده، هنطلع يعني مش مع، أنا مش بقول لك كل واحد، ومش بقول لك الناس اللي عندها وعاملة نفسها بتشحت، مش بقول لك، أقول لك واحد محتاج فعلا وأنت متأكد إنه محتاج فعلا. خلينا نقيسها على كده، هل قلبك بيتحرك زي الست دي إنك مستعد تديله وبعد كده ربنا هيبقى يتصرف ويديك؟ ناخد بداية الإصحاح 13 ونوقف على كده. وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه يا معلم انظر ما هذه. فأجاب يسوع وقال له أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ ايه هو ده؟ بصوا عشان الاصحاح ده بيلخبطكم، عشان ما تلخبطوش. هو هنا مجرد ما انتوا تقولوا ما هي العلامه وكده بيجي في بالكم على طول المجيء الثاني. لا، هو ما بيتكلمش عن المجيء الثاني هنا، هيتكلم في النص الثاني من الاصحاح عن المجيء الثاني. بس هو هنا بيتكلم على ايه؟ تلاميذ. فواحد من التلاميذ قال له شايف يا رب الهيكل العظيم ده؟ حاجه جباره جميله جدا. واحد الاباء المفسرين قال لك هم لما المسيح طرد الباعه من الهيكل وهم دلوقتي داخلين عند الهيكل في اورشليم، فكان التلاميذ قالوا ده اكيد هياخد الهيكل بقى وهيأممه يعني هيبقى بتاعه، واحنا هنبقى بقى رجالته اللي جوه الهيكل وهنمشي الفريسين دول، فكان الهيكل ده هيبقى مقر الحكم يعني. فالسيد المسيح قال له انت فرحان بالهيكل الضخم ده؟ هي كام سنه وهيتهد كله، مش هيبقى فيه حجر على حجر. طبعا حاجه تخض جدا يعني، تخيلوا مثلا واحد بعيد الشر 1000 مرة يعني، لو حد ماشي مع أبونا وعدينا على الكاتدرائية، يا سلام الكاتدرائية، بص يا أبونا اتجددت وبقت حلوة قوي. تخيل بقى لو بعيد الشر يعني راح أبونا قال لك على فكرة هما كم سنة وهتتهد، يا خرابة ده أنت قلبك يوجعك جدا. الهيكل ده بالنسبة لهم حاجة عظمة. فلما جم على انفراد بقى على جبل الزيتون، أم بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس أخدوه على انفراد، قالوا إيه حكاية الهيكل اللي هيتهد دي؟ الهيكل هيتهد؟ فاهمين؟ فهم بيسألوه على أنهي حاجة دلوقتي؟ مركزين ولا إيه؟ وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل بصين على الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ إيه هو هذا؟ إنه هيضطهد وكهكذا، ان انتوا هتضطهدوا في الايام دي. عايز يقول لهم
وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم، هتكونوا ساعتها نشرتوا الإنجيل في الدنيا كلها وقد كان. فمتى سقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتمون، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. برضو بيتكلم على إيه؟ خراب أورشليم. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. دانيال النبي كان يتكلم عن حاجة اسمها ركسة الخراب. ركسة الخراب دي يعني ركسة يعني نجاسة، وخراب يعني المكان هيخرب، يعني الهيكل ده هيتخرب وهيبقى مكانه نجاسة. ليه مكانه نجاسة؟ لأن القادة الرومان دول عملوا زي ما كان في واحد اسمه أنطيخوس أبيفانيوس عمل، جابوا ذبايح زي خنازير ودبحوها على المكان عشان ينجسوه، عشان هم عارفين إن اليهود ما بيحبوش الحيوانات الغير طاهرة، تبقى نجست الأرضية كلها والطوب كله، فما ينفعش يقوم الهيكل تاني. الذي على السطح لا ينزل إلى البيت ولا يدخل ليأخذ شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء، لأنه يكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله من ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. ما حصلش الكلام، وفعلا الأيام دي لما تقروها في التاريخ، مش عايز أوجع قلبكم، بس كانوا السيدات ياخدوا أولادهم يسلقوهم ويأكلوهم عشان ما فيش أكل، معلش أنا آسف. في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر هذه الأيام. فعلا عارفين خراب أورشليم كله حصل في قد إيه؟ في 5 شهور بس كانت أورشليم اتساوت بالأرض. حينئذ إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هوذا هناك فلا تصدقه، لأن هيجي ناس يقولوا عكس اللي أنا بقوله ده، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطيكم آيات وعجائب لكي يضلوا ولو أمكن المختارين أيضا. فانظروا أنتم، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء. هيجوا ناس زي أيام أرمية كده، لما الخراب الأول بتاع الهيكل أرمية قعد يقول لهم الهيكل هيخرب، راحوا جم مسحاء كذبة وقالوا أرمية بيتكلم غلط، مفيش حاجة تحصل للهيكل، احنا زي الفل، ربنا بيحبنا، خليكم على خطاياكم. فالسيد المسيح بيقول لهم من أجل اللخبطة اللي فيها الناس دي الهيكل ده هيخرب، ولو جالكم حد قال لكم ده مش هيحصل ما تسمعوش كلام. فهنا بيتكلم على الهيكل أحبائي، فاهمين؟ طيب والجزء اللي بعديه بقى، بصوا بقى، وأما في تلك الأيام بعد ذلك، ها هنا هيتكلم عن إيه بقى؟ على المجيء التاني. يبقى ما تخلطوش، عشان ساعات حد يقول هو هنا بيكلم التلاميذ ان هم هيسلموا ده بيكلم يعقوب ويوحنا وبطرس واندراوس، يبقى ازاي بيتكلم على المجيء؟ هو يعقوب وبطرس واندراوس هيحضروا المجيء التاني؟ لا، هنا بيتكلم على خراب اورشليم. الحته اللي جايه بقى بيتكلم عن المجيء التاني وهيرجع تاني على خراب اورشليم. واما في تلك الايام بعد ذلك الضيق، هيجي وقت بقى يحصل فيه اللي جاي ده، تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوء ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان أتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد، فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع رياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. تقولي طب ليه جابهم ورا بعض؟ أقولك عشان هم دول الضيقتين الكبار اللي هيحصلوا في أورشليم مرتين، مرة حصلت ومن ساعتها ما شفناش هيكل وما شفناش محاولة لبناء الهيكل وما شفناش، خلاص اتسود بالأرض والأرض اتنجست كمان. لكن في آخر الأيام هيحصل مشهد مشابه، محدش سألني عن تفاصيله لأني معرفش ومحدش يعرف، لكن في مشهد مشابه هيحصل تاني في آخر الأيام وهتبقى حاجة بهذا الشبه، بس ساعتها بقى دي الضيقة اللي بعد ذلك، دي الضيقة التانية. الأولانية دي خراب أورشليم وحصلت خلاص في 70 ميلادي، لكن في واحدة تانية هتحصل في آخر الأيام وساعتها ابن الإنسان هيجي. فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. مش أنتوا ساعات بتاخدوا بعلامات كده أن التينة مثلا لما تطلع ورق يبقى خلاص هتطلع الثمر في نفس الوقت؟ بيبقى عندكم علامات، أديني قلت لكم علامات أهو عشان لما تشوفوها تعرفوا أن البرودة هيحصل.
هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء. رجع الكلام تاني يقولوا إيه، بيكلم أندراوس وبطرس، متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. لما تلاقوا الحاجات اللي أنا قلتها من شوية في الجزء الأولاني ده، أعرفوا أن الهيكل قرب يتهد. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كل هذا، لأنه رجع يتكلم تاني على خراب أورشليم. فاهمين الفكرة؟ أنتوا الجيل ده مش هيعدي غير لما ده هيحصل، وفعلا ده حصل سنة 70 ميلادي. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم بقى اللي هو التاني، وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. وطبعا الآية دي ساعات تحير الناس، تقول لي يعني محدش عارف الساعة اللي هيجي فيها المسيح، لا السماء الناس، لا الملائكة اللي في السماء ولا الإبن كمان، مفيش غير الآب. أقول لك أيوة، الإبن مقصود بيها يسوع المسيح المتجسد، ابن الإنسان، لأن ابن الإنسان هو إنسان 100% وهو إله في 100%. يجوز أنه يتكلم عن كونه إنسان متجسد بكل ما هو في الإنسان المتجسد، يجوع ويعطش ويحتاج إلى حمار يركبه. فاكرين لما هيقول للتلاميذ قولوا لهم الرب محتاج إليه، هل الله محتاج إلى جحش؟ لا، المسيح الإنسان بحكم أنه إنسان محتاج إلى جحش يركبه، فهو محتاج. ما ينفعش أقول عن الله يحتاج، بس ربنا يسوع لما تجسد ينفع نقول يحتاج. ما ينفعش أقول عن الله لا يعرف، لكن ربنا يسوع المسيح لما تجسد نعرف، يعرف يقول ما لا لا أعرف. فاهمين الفكرة؟ يبقى في حاجة اسمها بحكم ناسوته بيتكلم. الله ما ينفعش يقول جاع، لكن ربنا يسوع المسيح ينفع يتقال جاع. الله ما ينفعش يقول أنا عطشان، لكن يسوع المسيح ينفع يقول أنا عطشان. الله ما ينفعش يقول لا أعرف، لكن السيد المسيح ينفع يقول لا أعرف. من جهة لاهوته ما ينفعش يقول كده، عندك حق، بس هو مش لاهوت بس، هو الناسوت كمان. يبقى من جهة ناسوته ينفع يقول كده. لما تيجي في أول الإنجيل خالص، لما يقولك وكان يسوع ينمو في القامة والحكمة، إيه ده؟ أقنوم الحكمة بينمو في الحكمة لكونه إنسان، إيه ده؟ يعني ست العذراء كانت تقعد تعلمه لسه إزاي يمشي؟ آه بتعلمه إزاي يمشي لأنه إنسان، وإزاي يحبي إزاي، وإزاي يمسك ويأكل، وإزاي يمسك ويأكل. الله محتاج؟ لا، الله مش محتاج، بس ربنا يسوع المسيح شابهنا في كل شيء، وإلا تبقى حاجة مزيفة. هو مش شبهنا قوي، لا هو شبهنا خالص، هو 100% إحنا بس من غير خطية، بالإضافة إن لاهوته لم يفارق ناسوته، لكن لا يلغي إنه إنسان في نفس الوقت. فاهمين الفكرة؟ وهكذا كل الأمور، لما يقول أبي أعظم مني لأنه إنسان بيتكلم. أنا مثلا أنا كاهن وفي نفس الوقت أنا أب في بيتي، ينفع أقعد مع ابني وأقعد ألعب معاه باللعب؟ أه ينفع، مش لأني أبونا، لأني أب أبوه، مش لأني كاهن، لكن لأني أبوه بحكم أني أبوه مش بحكم أني كاهن. طب وإحنا قاعدين لو قال لي بابا اقرأ لي التحليل مثلا، يعني قل لا ما أقدرش أقرأ لك التحليل. هل أنا ما أقدرش أقرأ التحليل؟ لا، أنا بحكم أني كاهن أقدر أقرأ التحليل، بس أنا دلوقتي أنا بلعب معاه، أنا مش اتنين، أنا نفسي. ينفع اتكلم اتكلم بكوني ابوه في البيت، وينفع اتكلم بكوني اب كاهن في الكنيسه، بس انا نفس الشخص. ركبت؟ قيسوا على كده كل الايات اللي ربنا يسوع المسيح بيتكلم من حيث ناسوته، من جهه ناسوته، بحكم تجسده لكونه انسان، زي ما في حاجات تانيه بيتكلم لكونه اله. لما يقول مثلا أنا هاجي أدين العالم، ده لكونه إله. لما يقول ليجوا التلاميذ بعد ما كان قاعد مع السامرية جايبين له أكل، فقال لهم أنا شبعت خلاص، هل هو أكل؟ ما أكلش، بس لكونه إله. ينفع يصوم 40 يوم و40 ليلة، ينفع أمور كتيرة لكونه يقيم أموات، لك أقول قم لأنه الله. يبقى ينفع يتكلم لكونه إنسان، ينفع يتكلم ككونه إله. انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. مستحيل أقول لكم لكوني إلها الوقت إمتى، لكن أنا دلوقتي بتكلم لكوني إنسانا، مستحيل أقول لكم إمتى.
ليه؟ عشان الآية اللي بعديها دي، عشان تفضلوا تسهروا وتصلوا لأنكم لا تعرفون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر، اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم الصباح، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقول لكم أقول للجميع اسهر. ربنا يدينا النعمة والبركة. أطلت عليكم النهاردة، لإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.